بلعب مع مربر فؤاد، معانا كابتن عبده جرايحه مدير فني نادي بورفؤاد. مبروك كابتن الفوز. ربنا يبارك فيك. يعني الحمد لله ان رب العالمين ربنا اكرمنا من واسع بصراحه، يعني عكس المتوقع. احنا كان ممكن 1-0 2-0، انما احنا الحمد لله الاداء جيد جدا بسم الله ما شاء الله، بجانب ان ربنا سبحانه وتعالى اكرم بثلاث اهداف وضرب جزاء ضيعه، واداء جيد واداء ممتاز ورجاله، والولاد كانوا قد الموقف وقد الماموريه اللي هم طلعتهم فيها، والحمد لله لربنا سبحانه وتعالى اراد وكان يومنا والتوفيق كان حالفنا باذن الله. كنا مركزين كويس قوي، هو طبعا ديربي زي ما بيقولوا احنا وفرقه الرباط، لان المباراه السابقه كان فوز الرباط بهدف بدون رد، لكن النهارده ان شاء الله كان كابتن عبد المدير الفني كان مركز كويس قوي مع اللعيبه، بحيث النهارده حتى لو حصل لا قدر الله تعادل بالنسبه للاهداف يبقى احنا سابقين بفرق الاهداف باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طبعا انا الحمد لله على الاداء وعلى المكسب، وبشكر طبعا الاداره اللي واقفه جنبنا والظروف اللي احنا عدينا بيها وبرده واقفين جنبنا، وبشكر الجهاز الفني واللعيبه طبعا اول حاجه، والحمد لله تحمل المسؤوليه وربنا كافئنا الحمد لله بعد فتره صعبه الفتره اللي فاتت. يعني احنا بس بنحاول نرجع لمكانتنا الطبيعيه بس في الجدول، كل اللي كان حصل قبل كده الماتشات اللي فاتت دي كان دروب لينا، بس الحمد لله يعني هو اخذنا الماتش ده، وباذن الله الماتشات اللي جايه بنفكر ان احنا الماتشات اللي جايه ماتشات كؤوس ان شاء الله هناخد الثلاثه بونت باذن الله في كل ماتش. من ملعب نادي بورفؤاد الذي يستضيف مباراه بورفؤاد ونادي الرباط الذي انتهى بفوز فريق بورفؤاد بثلاثه اهداف مقابل هدف، كان معكم مصطفى الزامي في ملعب بورفؤاد لقناه مصر الزراعيه، برنامج حلم الاضواء. Hey.